أخبار اليوم. أقول ألف مبروك لافتتاح المهرجان، وكل سنة هم طيبين. ومهرجان دبي دايما هو ليه مذاق خاص وطعم خاص في نفوس الدنيا كلها، لأنه بلد جميلة وشعب جميل ومهرجان رائع، فكل بيحبه. الجميل ده تصميم هاني البحيري؟ اه طبعا. تقول لنا ايه التصميم اللي اخترته؟ مدام صفية بس قالت لي عايزة لون، بس عايزة لون الاميرالد، نفسي فيه ان انا البسه بيبقى حلو معايا، فانا بس اتعمر على طول واتبعت لها لحد عندها. هي من فنات الجميلات اللي هي بتعرف تختار كويس قوي، وكمان ذوقها سيمبل، يعني بتختار الفيري كلاسيك، وممكن تحط في دلابها سنين طويله، ممكن تلبسه تاني مده تانية او فرصه تانية. فهي بتحب الحاجات الكلاسيك، وانا عارف ذوقها خلاص. يعني جديد لحضرتك بتحضريه الفتره الجايه؟ في فيلم نازل دلوقتي موجود هو في السوق اوريدي، الليله الكبيره، وفي فيلم تاني بشتغل فيه دلوقتي بصوره، وعوده رائعه لليالي الحلم الجزء السادس، دي بقى المفاجاه. حاجه جميله بقى، شفتي ايه؟ وده بقى المفاجاه، ده للسنه الجديده، يعني ده خبر السنه الجديده ان شاء الله. ان شاء الله تشوفي منوره دايما. شكرا. شكرا كل سنه وانتم طيبين وبخير.